مرة كان يعني مأزمني. في فؤاد في أضخم عمل فانتازي بمقاييس عالمية. نفس الشركة اللي عملت لجيم اوف ثرونز قاعدة تعمل لهذا العمل. تعويض لي. نجاحات متتالية عم بتعيشها في فؤاد بالفترة الأخيرة من خلال الأدوار المختلفة اللي عم بتقدمها، وفينا نقول إنها من النجمات اللي دايماً بيقدموا شخصيات جديدة وغريبة، وأخيرها الأميرة قيرن اللي حنشوفها فيه بمسلسل Rise of the Witches لقناة NBC. أميرة الجن الأزرق لمسلسل لأضخم عمل لNBC Rise of the Witches نهضة الساحرات. حلقت شعري عشان الدور، إن شاء الله حتشوفوه قريب على التلفزيون. وأكيد يا في قرار حلق شعرك ما كان بالقرار السهل، وهذا شيء مرة كان يعني مأزمني. تعرفي عشان شخصيتي أنا مختلفة وأحب أسوي أدوار مرة مختلفة، فقلت خلاص أقص شعري. في البداية زعلت شوية وبكيت، بس يعني it's fine، يعني يستاهل الدور. طيب فاي لقيتي صعوبة بالتحضير لهذا الدور؟ يعني طبعا هو العمل يحكي عن رواية سعودية قديمة، فهذه الرواية تحكي عن أيام خاتم سليمان، فكان التصوير زي ما انت شايفة في الصحراء، وتعرفي شخصية خيالية، فما أقدر أعطيكي أكثر، لكن كان جدا صعب علي، بس يعني أتحملت عشان الدور مرة حيكون حلو. وفينا نقول إنه Rise of the Witches حيكون من أول أعمال الفانتسي والخيال في العالم العربي من مقاييس عالمية. وهلأ عم بيشتغلوا على الفي إفكتس، وباي ذا وي نفس الشركة اللي عملت لجيم اوف ثرونز قاعدة تعمل لهذا العمل، حيكون أول مرة تشوفي فانتزي وخيال بالوطن العربي. وكانت في حققت نجاح كبير بشخصية بسمة اللي قدمتها بمسلسل فقد. كيف عم بتلاقي أصداء هيدا النجاح؟ والله هذا المسلسل كان شوية حساس بالنسبة لي، لأني قاعدة أعمل دور عندي سرطان، وأنا بمشي في الشارع الناس مرة بتتعاطف معايا، يعني بيوقفوني يقولوا لي سلامتك لقيت فيصل ولا لا؟ فطول الوقت قاعد أسمع هذه الكومنت، وما شاء الله المسلسل يعني كانت أصداءه جدا جميلة الحمد لله. تحس بأن أنا قاعدة أدافع عن أطهر رجال عرفته في حياتي. هذا بالنسبة للدراما، أما عن السينما وحنرجع نشوفك قريباً بالسينما. يعني أنت مش من زمان كنت بالسينما بفيلم 90 يوم، بس عندك تحضير لأفلام جديدة؟ لهلأ، لأنه بقولك نهضة الساحرات الأميرة خيراً أخذت كل وقتي، فما قدرت أشتغل أي شيء تاني لأنه لسه دوبي مخلصة منه. طيب ومعقولة تشارك بموسم الرياض بأي عمل؟ يعني أكيد إن شاء الله، بس يا رب نلاقي وقت.